وهناك من يريد أن يصيد في الماء العكر، وهناك من يحاول أن يوسع الفجوة أو يكسر هذه المبادرة التي خرجت من النادي الأهلي وقادها المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. الكابتن محمود الخطيب أكد أن المهندس هاني أبو ريدة اجتمع معه منذ أيام، يومين بالتحديد، ونسق معه مواعيد السوبر السعودي ما بين الأهلي واتحاد جدة، ووصل خطاب للنادي الأهلي صباح اليوم من الاتحاد المصري لكرة القدم يخبر النادي الأهلي بأن عليه أن يختار أحد أيام 26 27 28 نوفمبر القادم لأداء المباراة على كأس جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز. النادي الأهلي أبدأ ترحيبه، والكابتن محمود الخطيب أعلن أن واحد من هذه الأيام سيكون مناسبا للنادي الأهلي دون أن يقلل ذلك من قيمة أحد، وأنه كان يتمنى أن تكون المواعيد مناسبة للطرفين، خصوصا في ظل ارتباطات الأهلي الإفريقية وارتباطاته المحلية وارتباطاته العربية. كان هناك تفهما كبيرا من المهندس هاني أبو ريدة، وأبدى أنه فيما يخص المباريات المحلية لن يكون هناك مانع من تأجيل أي مباراة، أما في البطولة العربية فلن يمانع الاتحاد العربي إذا اصطدمت هذه المواعيد أو الأيام الثلاثة أو اختيار أي يوم منهم بأي أجندة. الكل سيساهم وسيسخر كل جهده من أجل مباراة السوبر السعودي المصري ما بين الأهلي واتحاد جدة. الأكيد لدينا حتى الآن مجلس إدارة النادي الأهلي يقرر الموافقة بالإجماع على لعب مباراة السوبر ما بين الأهلي واتحاد جدة السعودي. عايز أكرر على كل إنسان يريد أن يصيد في الماء العكر أن يعلم أن مصر عظيمة وأن السعودية عظيمة، وأن مباريات كرة القدم هي تقريب لوجهات النظر بين الشعوب. وخليني أستدعي مقال كاتبنا الكبير الأستاذ ضياء دندش النهاردة في الجمهورية، اللي كان سبحان الله وكأنه يتوقع مقاله في الجمهورية يوم 2 أكتوبر، وإن النهاردة أنا قريته الصبح في 2 أكتوبر كتب علاقة مصر والسعودية مش ماتش كورة، دي علاقة جذورها من آلاف السنين، يا ريت محدش يصطاد في الماء العكر. مصر والسعودية ليست مباراة كرة قدم، وإنما المباراة تقوي العلاقة وتجعل الأمور أكثر حميمية، ولكن لا مباراة هتقطع العلاقة ولا لعب مباراة عايزوق طرف على حساب الآخر. كلمات مهمة كتبها الكاتب الصحفي ضياء دندش، ولكن نحن مستمرين في الدفع نحو المصالحة، وأن تكون مبادرة النادي الأهلي مبادرة محمومة وحميمة تستقبل بشكل أكثر من رائع.